متابعينا الأعزاء متابعي اليوم السابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من مدينة العريش وتحديدا من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بنطرانية شمال سيناء والاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتوافد أهالي شمال سيناء للمشاركة في أعياد الميلاد وتقديم التهنئة لقيادات الكنيسة هنا في مدينة العريش. وديت مع يعني القيادة الحكيمة اللي فيها رؤية، وبعد كده يشوف الأولويات وبعدين يختار الشخصيات اللي تقدر تنفذ الرؤية، وبتبقى كل الخطوات مرسومة ومدروسة وبتتطبق وبتبقى بنجاح الحمد لله. ونشكر ربنا ان احنا دايما في تقدم بحكمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ما يتمناه بيتحقق ولو بالتدريج، لكن احنا ساعات يعني يعلن عن شيء ويسيبه سنين وبعد كده يقول لنا اكتمل خلاص الناس يبقى مش واخده بالها يعني، لكن يفاجئوا ان ايه الموضوع اكتمل خالص يعني 100%. يعني ربنا فعلا زي ما بنقول كده، زي ما بيدي كده ويختار شخصيات حكيمة ومتطلعة كده لمصلحة مصر، برضه بيتطلع كده ربنا بيدبر الشخصيات اللي هي تقود كل مكان. زي ما قلنا كده شمال سيناء ديت هي المدخل كده بتاع حاجات حلوة كتير قوي، فإن شاء الله برضه لها المستقبل الحلو بالقادة اللي ربنا بيختارهم وبالقيادة العليا بقى لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. معالي الوزير محمد عبد الفضيل شوشة محافظ الشمال سيناء، كل تحية وتقدير وكل عام ومعاليكم بألف خير. الأنبا جوزمان كل عام ومعاليكم، والإخوة الأخباط كل خير. السادة الحضور، أخذ من وأستنبط من كلام أخي على الوحدة والتآلف، وأقول الوطن يقوم بجميع أبنائه مسلمين وإخوة أقباط، فكان ولا بد أن يكون هناك رابط يربط أبناء الوطن الواحد حتى ننهض بالوطن. ذلك الرابط وذلك الرباط هو رباط الأخوة الذي يجمع الشمل ويوحد الصف ويجعلنا جميعا حريصين على. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السيد اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، نيافة الأنباء قدمان، الأخوة الحضور جميعا، أهلا وسهلا بكم. ولقد جئنا اليوم جميعا
لتقديم التهنئة لإخواننا المسيحيين، فكل عام محاضراتكم جميعا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكل عام ومصرنا العزيزة بخير، وكل عام ومصرنا العزيزة في قوة ووحدة وتماسك. وإننا دائما نجتمع في مثل هذه المناسبات وهذه الاحتفالات، وهذا ما أوصت به جميع الديانات وأوصى به جميع الرسل. ولعدم الإطالة نقول ليعلم الجميع أننا ركاب سفينة واحدة، وأننا نستظل جميعا تحت سماء واحدة، وأننا جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منها تعب له سائر الأعضاء. وأن ركاب السفينة هذه إذا قام أحدهم بخرقها فلن يغرق هو، وإنما سيغرق الجميع. لذا كان علينا جميعا أن نتمسك بالوحدة والوطنية، فيضل الله مع الجماعة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء وفتنة، وأن يكرمنا جميعا ويوفقنا جميعا. ونقول لكم حفظ الله شعبنا قيادة وجيشا وشرطة، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قداسة الأنبا قزمان، زملائي أعضاء الجهاز التنفيذي، السيد رئيس جامعة الحريش، أهني جميعا، أهنيكم وأهني نفسي عيد الميلاد المجيد، وبقول إن سيادة الرئيس امبارح وهو بيحتفل بعيد الميلاد وسط الإخوة الأقباط كان طبعا على مستوى يعني المشاهدات على مستوى العالم بالكامل، كانت مناسبة سعيدة، وزي ما نقول وزي قداسة الأنبا قزمان كده ما قال إن الرئيس بيفاجئنا بحاجات كتير. هو فعلا أسلوب ونمط حياة إن هو ما بيقولش هنعمل على طول، عملنا. وإحنا كمحافظة شمال سيناء بتعتبر محظوظة من رعاية السيد رئيس الجمهورية، وزي ما بقول مصر كلها بتفتخر بأنها بتعمل المشروع الكبير حياة كريمة، وهذا المشروع اتصرف فيه على مصر كلها 650 أو حيتصرف عليه 700 مليار جنيه. احنا سينا شمال وجنوب سينا اتصرف على سينا 650 مليار جنيه، يعني تقريبا قد اللي اتصرف على 20 محافظة على مستوى الجمهورية. واحنا يعني الحمد لله سينا فعلا بالفعل وليس بالقول سوف تكون سلة الغذاء لمصر بالكامل. احنا تقريبا في مشروع العملاق سيادة الرئيس افتتح محطة المعالجة بتاع بحر البقر عليه، هذه المحطة بتطلع في اليوم 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. هذه المحطة سوف تستطيع المياه الخارجة منها ان هي تزرع حوالي 600,000 فدان، ارقام كبيرة، سواء الارقام في المصاريف اللي بتدفع او سواء بقى ان شاء الله في الانتاج اللي هيطلع من هذه الارض. وزي قداسة الأنبا قزمان ما قال، هي سينا ارض طاهره
أصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منسوبي جامعة العريش، نتوجه بأصدق وأرق التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلين المولى أن يعيد علينا جميعا ومصرنا الحبيبة ونحن جميعا في مزيد من الرقي والإصدار. مصر رؤية قائد وإرادة شعب، الوطن للجميع، والوطن زي ما بقولوا الدين للجميع، والوطن لله، عفوا الدين لله والوطن للجميع. كل عام ورفقاء الوطن بخير. اسمح لي كمان ان انا اقول كل يوم بالنسبة ان مصر نسيج واحد، شعب واحد، رؤية وقيادة ومستقبل واحد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نرسل رسائل محبة وسلام من أرض السلام ومحافظة شمال سيناء، إن مصر بخير والجاي أفضل، وإن شاء الله كل عام نشوف حضراتكم وإحنا كلنا متجمعين في رقي وازدهار. واسمحوا لي أن أوجه رسالة فخر واعتزاز لجيش مصر العظيم، شرطتنا الباسلة وقيادتنا الشعبية والتنفيذية اللي مجهودهم وتضحياتهم مكناش موجودين. دماؤهم الشهداء سالت في سيناء فأنبتت أمن وأمان. سعيد عليك وعلى معالي الوزير بعد اذنك الصوره كده جماعيه واحنا واقفين الصوره جماعيه. هاني بيه